نصيبنا أن نجتمع اليوم في رحاب هذا المقام المقدس الشريف لنختتم معا المخيم التوحيدي والذي يطل علينا هذا المساء للعام الرابع عشر، جاعلين مسك ختامه في هذه البقعة الروحية الطاهرة المقدسة، مقام نبينا معلم الأنبياء وخطيبهم شعيب عليه الصلاة والسلام. جميعكم نقدم فخرنا واعتزازنا ونحييكم تحية توحيدية حنيفة. هو مميز هذا اللقاء العابر للأجيال الذي نلتقي فيه حول شعار الجذور المعروفية الذي رافق المخيم تخطيطا وعملا، ملخصا هذه التجربة المميزة التي قضاها أولادنا الأحباء برفقة المرشدين الأكارم. أن نربي وإياكم أجيالا عصامية قادرة تواكب العصر في كل الإيجابيات من حيث التفوق والوصول إلى الأهداف وتحقيق الذات. وفقكم الله ورعاكم، زيارة مقبولة ومباركة للجميع.